نظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 18 لهذا الموسم، والذي اشتمل على 7 أشواط وأقيم على كؤوس بنك البحرين الوطني، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرثة بالصخير بحضور عدد من أصحاب السمو وممثلي بنك البحرين الوطني الجهة الراعية للسباق. وقد قام السيد جان كريستوف الرئيس التنفيذي والسيد عبد العزيز الأحمد الرئيس التنفيذي للحسابات الاستراتيجية ببنك البحرين الوطني بتتويج الفائزين بكؤوس البنك، حيث تم تقديم كأس الشوط الأول إلى المضمر الفائز هشام الحداد وكأس الشوط الثاني إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي، كما تم تقديم كأسي البنك للشوطين الثالث والرابع إلى المالك الفائز عبد الله فوزي ناس وكأسي الشوطين الخامس والسابع إلى المالك الفائز إبراهيم العفو، فيما تم تقديم كأس الشوط السادس إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة.